أن البحرين بدأت تفتح الدبلوماسية خاصتها باتجاه إسرائيل، وأعتقد أن هذا له علاقة للعلاقة بين البحرين وإيران، وبين رغبة إيران السيطرة على المواطنين الشيعة في البحرين والحفاظ على مسافة دبلوماسية من إيران، وإعطاء توفير أدوات للتعامل مع هذا التهديد الإيراني. ما وزن هذا؟ ما أظن، لا أعتقد أن له وزن كبير. مثل عمان والبحرين فدول تبدأ رويدا في فتح العلاقات مع إسرائيل والحديث مع إسرائيل، والعلاقات الدبلوماسية لا كنت أعطيها أهمية كبرى. أستاذ عبد الحميد، يعني سأسألك بداية ذات السؤال، يعني لماذا البحرين بالذات هي التي قامت بترحيب بالخطوة الأسترالية؟ وهل برأيك العلاقة القوية بين البحرين والسعودية تعني أن الخطوة البحرينية كانت بمباركة سعودية؟ أولا السلام عليكم. ثانيا بس أحب أعلق على بداية التقرير. البحرين لم تقرر، أولا البحرين لم تقرر خارج السلم، بمعنى أن هناك إجماع خليجي أو حتى إجماع عربي، وهناك ولم يخرج حتى تصريح وزير الخارجية البحريني عن المبادرة العربية للسلام. هذا أولا. ثانيا اليوم بعد يعني الاعتراف بإسرائيل تم عام 92 في مؤتمر مدريد. ثانيا اليوم الرأي العام العربي بشكل عام والخليج بشكل خاص، يعني بعد التدخل الإيراني وخلق الأزمات بمعظم الدول العربية، بدأ ينظر إلى أن إسرائيل اليوم لا تشكل خطر وجودي علينا مثل ما تشكل خطر إيران. فقضية الاعتراف بإسرائيل تمت 92 وإن كانت بشكل غير علني، لكن واليوم الاعتراف بإسرائيل بالقدس الغربية كعاصمة إسرائيل، أتصور أنه هذا يخلق نوع من السلام بين العرب، وطبعا بالتأكيد مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين. فأنا أتصور خلال يعني السنتين القادمة أو الثلاثة سيكون هناك تطبيع مع إسرائيل، من أجل سواء كان من نظرة اقتصادية أو نظرة سياسية، وأيضا استقرار المنطقة ومواجهة المشروع الإيراني الخطير.